السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنشرح lessons 2 and 3 in unit 4 exploring inequalities solving inequalities. قبل ما نبدأ كله بيقول بسم الله يا شباب، يلا بسم الله. قبل ما اروح على الدرس بتاعي ونبدأ نشوف الاكزامبلز اللي موجودة قدامي، خلينا فهمك الفكرة الاول بالعربي، يعني انا هشرح لك كده مثال بالعربي، ركز معايا فيه عشان لما هتفهمه هتفهم الدرس كله بيتكلم عن ايه. متفقين؟ طيب تخيل كده، انت رايح انت وجماعة من اصحابك، مجموعة كده رايحين مع بعض كافيه، وكلكم رايحين هناك، تمام؟ فجي عند البوابة بتاعت الكافيه كده قبل ما تدخلوا، واحد واقف وبيقول لكم ايه؟ بيقول لكم يا جماعة اللي معاه 50 جنيه او اكتر، تمام؟ هينفع يدخل الكافيه عندنا. اللي معاه 50 جنيه او اكتر هينفع يدخل الكافيه بتاعتنا. معنى كده ان اللي معاه اقل من 50 جنيه مش هينفع يدخل، صح ولا لا؟ طب اشمعنى يا عم انت اللي معاه 50 جنيه او اكتر هو اللي يدخل الكافيه؟ اصل اقل اوردر عندنا، اقل طلب هتطلبه عندنا جوه الكافيه ب50 جنيه. في بقى عندنا طلبات اغلى من الخمسين، في ب60 وفي ب70 وفي ب80 whatever، لكن اقل من 50 ما عندناش حاجة باقل من 50 جنيه في الكافيه بتاعتنا. فالولاد وقفوا كلهم، انت وصحابك بدأتوا تشوفوا، كل واحد بدأ يشوف هو معاه فلوس قد ايه، هينفع يدخل الكافيه دي ولا لا، تمام؟ الحوار اللي انا حكيته ده، الحوار اللي انا بحكيه ده ممكن اعمله بانيكواليتي، تمام؟ اللي هو ايه؟ اللي هو x greater than or equal to 50، x greater than or equal to 50. يميس يعني ايه؟ ايه هو المقصود ب-x هنا؟ الفلوس اللي معيهم، الفلوس اللي معيهم مع الاولاد ومعك انت واصحابك لازم تكون يا اما 50 يا اما اكتر من مين؟ من الفيفتي، صح كده؟ ما هو قال لو معاك 50 جنيه او اكتر هتدخل، لكن لو اقل مش هتدخل. بدأت انت واصحابك كل واحد يشوف هو معاه كام، كل واحد منكم يشوف هو معاه فلوس قد ايه. ففي اللي لقى معاه 40 اللي ايه، وفي اللي لقى معاه 50 اللي ايه، وفي اللي لقى معاه 72 اللي ايه، واللي لقى معاه 32 اللي ايه، واللي لقى معاه 100 اللي ايه. ايه رأيك؟ مين منهم ينفع يدخل الكافيه ومين منهم هتقول ده مش هينفع يدخل، الفلوس اللي معاه مش هتجيب له اي حاجة جوه الكافيه، كده كده مش هينفع يدخل؟ يا ميس احنا اتفقنا ان الاكس بتاعتنا greater than or equal to 50، اي number equal لل 50 او اكبر ده هينفع يدخل الكافيه، يبقى اللي معاه 40 ده مش هيدخل، اللي معاه 50 ده هيدخل، اللي معاه 72 the greater than ال 50 هيدخل الكافيه، اللي معاه 32 ده اقل من ال 50 مش هينفع، اللي معاه 100 اللي ايه ده برضو هيدخل الكافيه بتاعتنا. شايف x greater than or equal to 50 دي بسميها inequality، inequality. متفقين؟ طيب يبقى الانيكواليتي بتاعتك عبارة عن ايه؟ inequality بقى كلمة inequality، الكلمة دي أول مرة تسمعها، يعني إيه يا ميس inequality بقى؟ الكلمة دي أصلا معناها إيه؟ بص يا سيدي، كلمة inequality لما نتكلم عليها، تمام؟ فهي تعتبر برضو mathematical sentence، جملة رياضية، جملة إيه؟ رياضية، عندها ناحيتين، ناحية وناحية، ادي ناحية وادي الناحية التانية، وفي النص هنا بقى هتلاقي حاجة من الاربعة اللي انا هكتبهم، هتلاقي حاجة من الاربعة اللي انا هكتبهم، يا اما تلاقي less than يا اما تلاقي greater than. طبعا انت عارف ان العلامة بتاعتك لما تبص كده less than، ولو بصت كده يبقى greater than، يا اما تلاقي less than or equal to، لما اعمل تحتها line كده بنقراها less than or equal to، less than or equal to. طب العكس لو عملتها كده، ها
greater than or equal to. greater than or equal to. تاني كلمة inequality يعني ايه؟ يبقى mathematical sentence. خلاص جملة هيت شكلها ايه؟ الشكل بتاعها عبارة عن ايه؟ عبارة عن ناحية وناحية، ناحيتين هم، تمام؟ وبينهم في النص في less than, greater than, less than or equal, greater than or equal. ده في النص بين الناحيتين، متفقين؟ هتلاقي بقى ايه؟ تعال ندي examples كده الانيكواليتيز. examples لما اقول لك x مثلا greater than 2، ها ايه رأيك؟ ايه النمبرز اللي ينفع تشيل x وتحطها وتبقى greater than 2؟ يا ميس ده 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 100 و 1000. اه ده انا عندي نمبرز كتيرة جدا. عموما المنظر ده اسمه inequality. المنظر ده اسمه inequality، ناحية وناحية وفي النص بينهم علامة من الاربعة اللي احنا اتعلمناهم اهو، ناحية وناحية وفي النص علامة من الاربعة، متفقين؟ طب ايه رأيك لو قلت لك x less than or equal 5، x less than or equal to 5، ايه رأيك؟ ايه هي الفاليوز اللي انت ممكن تشيل x وتحطها وانت بتتكلم على الانيكواليتي بتاعتك؟ يميس انا ممكن يبقى معايا 5 عشان انت قايلة or equal to 5 بالظبط، يعني x ممكن تتشال ونحط مكانها 5 عشان في العلامة بتاعت or equal to العلامة اللي تحت. طب كمان بص كده، x ممكن تبقى equals 5 و x ممكن تبقى equal 4، ما هو 4 less than 5، و x ممكن تبقى equals 3، و x ممكن تبقى equals 2، 2 less than 5، و x ممكن تبقى equals 1، ال 1 less than 5، و x ممكن تبقى equals 0، ال 0 less than ايه؟ 5. وخد بالك لو انا قلت ال x، طبعا انا ممكن اروح لنيجاتيف 1 ونيجاتيف 2 ونيجاتيف 3 كلهم less than 5. طب انا ممكن اكتفي هنا مثلا ب x ب 5 و 4 و 3 و 2 و 1 و 0 على اساس ان انا مثلا بتكلم دلوقتي على natural numbers. قلت ان الاكس دي عدد من الاعداد اللي موجودة جوه الناتشرال نمبرز، ساعتها مش هيحقق لي الكلام ده الا الايه؟ النمبرز اللي قدامي دي. ينفع اشيل اكس واحط 5 less than or equal to، عشان or equal to ينفع احط 5. ينفع اشيلها واحط 4 less than or equal to 5، تحقق لي انها less than اهي، ال 4 less than ال 5، تمام؟ 3 less than or equal to 5، اه تحقق لي لانها less than or equal، هي ساعة ال 5 بس equal، لكن النمبرز التانية تحقق لي الكلام ده، متفقين؟ هنفهم اكتر دلوقتي. مبدئيا احنا فهمنا الاكزامبل الاولاني بتاع الكافيه، تمام؟ وفهمنا شكل الانيكواليتي. ده اللي يهمني ان انت تطلع من الجزء الاولاني ده وانت فاهمه، اوكي؟ ان انا هحكي لك موقف، هحكي لك موقف، الموقف ده هتعبر لي عنه بانيكواليتي، والانيكواليتي دي هتقول لي النمبرز دي تحققها لي تنفع، والنمبرز دي مش تحققها لي ما تنفعش معايا في الانيكواليتي بتاعتي. واضحة الفكرة يا شباب؟ تعال نشوف اللي بعده. example number 1، هو بيقول the opposite sign shows the speed limit for a road in kilometers per hour. شايف الopposite sign اللي قدامك دي، العلامة اللي قدامك دي اهي في الصورة دي، تمام؟ شايف كلمة 50 دي؟ دي أقصى سرعة ممكن الناس تمشي بيها في الطريق ده، أقصى سرعة، أسرع حاجة يعني. ينفع أقل منها؟ ينفع أقل منها، لكن أسرع منها هياخد مخالفة على طول، انت مشيت بسرعة مش مسموح بيها، تمام؟ طيب record all speeds that are acceptable to drive on the road. ايه رأيك؟ هما مديلك اكتر من سبيد الناس وهي سايقة العربيات بتاعتها مشيت بيها على الرود ده، وبيقولك مين منهم acceptable بالنسبة لك، مقبولة بالنسبة للقاعدة اللي هما حاطينها 50 كيلومترز بير اور. هما ده الليمت بتاعهم، بص كيلومتر بير اور، هو عامل لك 50 كيلومتر بير اور، تمام؟ طيب تعال نبدأ نبص كده، اللي مشي 23 كيلومتر بير اور، اه ده اكسبتابل، ده مقبول لانه less than 50. طب اللي مشي 90 كيلومتر بير اور،
ده اكتر، ده هياخد مخالفه. طب 50 كيلومترز بير اور، اه يا ميس ده مقبول، لان لغايه 50 معايا، لغايه 50 انا معايا، هو مسموح لحد 50 يبقى ده معايا. طب 60 كيلومترز بير اور اكتر، مش مقبول. 40 كيلومترز بير اور اقل، مقبول acceptable. طب 55 كيلومتر بير اور مش مقبول يا ميس، ده هياخد مخالفه على طول. تمام. طب تعالى نعمل inequality للكلام اللي قدامي ده، للاكزامبل اللي قدامي ده. طب الانيكواليتي بتاعتك هتبقى عبارة عن ايه؟ خد بالك كده، الانيكواليتي اللي انا هعملها تعبر لي عن السيتويشن دوت او عن الاكزامبل اللي قدامي ده، ان انا هقول له ان الاكس less than or equals to 50. الاكس بتاعتي less than or equal to 50، ما هو قايل لي اهو اقصى حاجة 50 كيلومترز بير اور، يبقى دي الانيكواليتي بتاعتي، اكس less than or equal to 50. inequality ناحيتين وفي النص بينهم علامة من الاربع علامات اللي اتعلمناهم، متفقين؟ طيب وبعد كده، طب لو انا قلت لك solve the inequality، قول لي بقى ايه الحلول اللي تنفع معايا من النمبرز اللي قدامنا. يمس ما احنا حليناها مع بعض اهو. اه يعني انت ينفع تشيل x وتقول لي ان x equal كل اللي جنبه true، اللي عملنا جنبه صح، ينفع اقول x equal يعني equals 23. تمام 23 ادي اول واحدة، والاكس بتاعتي equals 50 اهو، ويدي 50 بتحقق لي الكلام. والاكس بتاعتي equals 40، ادي x equals 40، ده بالنسبة لايه؟ للنمبرز اللي هو كتبها لي جوه الاكزامبل. خد بالك هو محدد لك نمبرز معينة، هو محدد لك نمبرز معينة، فانت مش هتروح تقول لي مثلا x equals 1، ما هو يمس ال 1 less than 50. هو انا كتبته لك دلوقتي في الاكزامبل وقلت لك قول لي ده ينفع ولا ما ينفعش، انت بتتحدد، هو محدد لك حاليا نمبرز معينة تشتغل بيها في الانيكواليتي بتاعتك. تمام. انا معايا 3 solutions للانيكواليتي اللي قدامي، 3 solutions دول يحققوا هالي، يخلوا كلامها مظبوط. لو انا شلت الاكس وحطيت 23، اقرا كده 23 less than or equal to 50. اه يا ميس 23 less اصغر من ال 50. اه فعلا هي صحيح مش محققه لي or equal to، هي مش equal ولكنها محققه لي كلمه less than. طب 50، اه 50 less than or equal to 50، محققه لي الشرط بتاع or equal to اهو 50 equal to 50. طب 40 ما حققها لي، شيل الاكس كده وقول لي 40 less than or equal لل 50، اه ال 40 less than ال 50، ما حققها لي كلمة less than. واضحة الفكرة؟ inequality ناحية وناحية وفي النص ايه؟ sign من الساينز، الفور ساينز اللي اتعلمناهم، متفقين؟ طيب هو هنا طبعا بدأ يشرح الاول what is the inequality يعني ايه، وطبعا الاول هنا لما جه عند solution قال لك دي النمبرز اللي بتحقق لي الانيكواليتي بتاعتي 23 زي ما كتبنا و50 و40، متفقين؟ بعد كده هنا بيعلق بيقول لك what is the inequality، وقال ان الانيكواليتي بتاعتي is a mathematical sentence، والماثيماتيكال سنتنس دي فيها contains واحده من الاربعه، ساين من الاربعه اللي احنا اتعلمناهم. تمام. وطبعا الناحيه دي بقى والناحيه دي numbers make the inequality. تمام. بعد كده اتكلمنا عن السوليوشن بتاع الانيكواليتي، سوليوشن اللي هي الفاليوز بتاعت اكس، الفاليوز بتاعت ايه؟ اكس. بص كده هو هنا كتب لك الانيكواليتي اللي كنا بنتكلم عليها اكس less than or equal to 50 زي ما انت شايف كده، فقال لك السوليوشنز بتاعتها الاكس يا اما هتبقى ب 41 او 50 او 20 and so on. ده هنا كمان بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان في نمبرز تانية تحققها لي، بس هنا مدي لك اكزامبلز بقى، يعني هنا مدي اكزامبلز غير الايه؟ غير النمبرز الاساسية اللي كانت موجودة معايا جوه المسألة، متفقين؟ يعني هنا بيقول لك ان في كمان نمبرز تانية لو الناس مشيت بيها بالسرعة دي على الطريق ما عنديش اي مشكلة. 41 و 20 كانوا مش موجودين، عشان كده بيقول لك and so on، انا عندي نمبرز كتيرة ممكن تحقق لي الانيكواليتي بتاعتي. تمام. لكن لما يحددها لك زي كده، لما يحددها لك زي كده
بص لما جينا نقول على السوليوشن بتاعنا 23 و50 و40 اللي احنا اخترناهم 23 و50 و40. واضحه الفكره؟ ده مبدئيا عايزاها تبقى الفكره واصله لدماغك بالمنظر ده. اكزامبل نمبر 2 معانا يا شباب بيقول ايه؟ بيقول ذا ساين اليافطه اللي متعلقه دي شوز ذا سيل برايسز اوف سام كلوثينج اون ا سيل راك. Use the sign to determine any prices you might expect to pay for an item for this rack. Record all prices that apply. ماشي، تعال نروح نفهم كده هو عامل ايه. هو هنا محل بيبيع هدوم ومعلق يافطة زي ما انت شايف، وكاتب على اليافطة دي ايه؟ sale. انا عامل sale، عامل تخفيضات starting at 75 اللي الحاجات اللي محطوطة على الترابيزة دي starting at اول سعر ليها 75 LE. start معنى كده ان ممكن ايه يزيد، يعني الترابيزة دي عليها هدوم، هتلاقي بقى فيها اللي ب 75، هتلاقي فيها اللي ب 85، هتلاقي فيها اللي ب 100. هو start معنى كده انها بتزيد. طب ينفع يميس اقل من 75 LE الاقيه على الترابيزة دي؟ لا مش هينفع. تمام. طيب هو بدأ يديلك زي ما انت شايف كده أسعار أهي. قولي بقى record all prices that apply. قولي مين من الأسعار اللي قدامك دي تحقق لك الساين دي، تحقق لك اليافطة اللي متعلقة قدامك دي. تمام؟ طيب لما يقولك 70 LE يميس، ده هو بيقول start from 75 LE، يبقى 70 دي أكيد مش معايا على إيه؟ مش معايا. طيب 80 LE 80 greater than 75 هتبقى معايا. طب قبل ما اكمل تيجي نعمل inequality للإكزامبل ده الأول، ايه رأيك الانيكواليتي بتاعتك هتبقى ايه؟ يميز السعر اللي هو الاكس ده هيبقى greater than or equal to 75. greater كل النمبرز اللي أكبر من 75 ينفع تبقى تبع اكس، تبع الترابيزة دي، ومعايا or equal to 75 لان هو ايه اللي start at 75. متفقين؟ تمام. تعال بقى نكمل. 100 greater than 75 يبقى معايا. 40 greater than or equal 75 لا مش معايا. 20 لا مش مش معايا ده اقل. طب 265 اللي ايه؟ greater يا مس greater than 75 معانا. تمام. عشان كده قالك the expected prices can be، ها الاسعار المتوقعة على الترابيزة بتاعتي دي 80 عشان هي greater than 75. 100 اللي ايه برضو greater، بتحقق لي كلمة greater than 75. 265 اللي ايه يميز برضو greater. التو numbers اللي احنا ايه الثري numbers اللي احنا اخترناهم. واضحة الفكرة؟ خد بالك بقى هنا بيقولك ايه، بيقولك note. تمام. في النوت دي كاتب لك ايه؟ بيقول لك ان you can represent السيناريو اللي قدامك، القصة اللي اتحكت دي، ها with inequality اللي احنا كتبناها x greater than or equal to 25. تمام. وكده ال expected values بتاعتك، الارقام اللي متوقعة بالنسبة لك يا اما equal to 75 or greater than. احنا هنا خلاص في المسألة بتاعتنا اخترنا فعلا الثري فاليوز اللي هم greater than لانه ما قاليش 75 معاهم. تمام. ولكن هل هي دي الحلول الوحيدة اللي اتحقق لي؟ مش بتكلم بقى على example number 2 اللي اتحقق لي ال inequality دي. يعني لما اقول لك x greater than or equal to 75، هل هم الثري numbers دول بس اللي ينفع اقول x equal كذا او كذا او كذا بس؟ انا بكلمك دلوقتي في inequality مش في الاكزامبل. لا يا ميس، ده انت لو بتتكلمي على inequality وعايزاني احط لك نمبرز تحقق لي الكلام ده، ده انا ممكن اقول لك 122 اهي greater than or equal 75، ممكن اقول لك 1000 greater than or equal to 75، ممكن اقول لك 1 million greater than or equal 75. ده انا ممكن اكتب لك نمبرز كتيره جدا جدا تحقق لي الانيكواليتي بتاعتي دي. وطبعا احنا معانا اوريدي كمان ممكن اكتب لك 75 greater than or equal
75 لانها بتحقق لي الحته بتاعت or equal to دي. متفقين؟ يبقى بالنسبه لاكزامبل نمبر 2 احنا تحددنا ب 3 نمبرز هم اللي يحققوا لي الكلام بتاع الاكزامبل ده. لكن بالنسبه لكلمه انيكواليتي عموما لا، ده انا ممكن اجيب لها اجابات كتير بقى، خصوصا لو كانت انيكواليتي زي دي، يعني ليها اجابات كتيره جدا جدا يعني. متفقين؟ تعالى ننزل على اكزامبل. هو هنا حتى بص الاول قبل ما انزل لاكزامبل نمبر 3، هو هنا برضو بيقول لك ايه، some solutions another solution لايه، للانيكواليتي عموما. قال لك اكس ممكن تبقى بنينتي، ها اكس ممكن تبقى ب 200 and so on. اجابات مختلفه كتير يعني. طب اكزامبل نمبر 3 هنا بيقول ايه، بص كده، the sign shows، الساين اللي قدامك ده، the height limit for an amusement park ride، اللي هيروح يركب الالعاب دي هم محددين هايت ليميت، اللي هيركب لازم يبقى ليه طول معين، اللي هو ايه، بص كده، more than or equal to 120 yes، يبقى less than 120 no. طب من هنا تقدر تكتب inequality للي هيقدروا يركبوا اللعبة دي؟ اه يا ميس، يعني اكس هو قال more than or equal to 120 ادي الانيكواليتي بالنسبة لإكزامبل نمبر 3. برافو عليك يا عم. هو بيقول لك list 3 acceptable heights for a person to be able to ride the roller coaster. انت قول لي 3 heights على مزاجك، قول لي 3 numbers لبيرسون، لشخص معين ينفع يركب الرولر كوستر دي. اميس انا ممكن الهايت بتاعه دوت يبقى 140 مثلا سنتيمتر، وممكن عشان 140 بص لو شلت الاكس جريتر زين 120، وممكن اقول 122 سنتيمتر 122 اهي برضو جريتر زين 120. واحد ممكن يقول لي 120، ما هو من اول 120 معانا، متفقين ما اختلفناش 120 سنتيمتر. طبعا ممكن تقول لي بقى ممكن تقول لي 160، ممكن تقول لي 175، ممكن تقول لي 190، كلها نمبرز هتحقق لك الانيكواليتي اللي قدامك. تمام. طب بعد كده بيقول لك list 3 unacceptable heights for a person to be able to ride the roller coaster. انا عايز المره دي 3 نمبرز مش مقبولين للي هيركب الرولر كوستر ده. لما جه اشوف الهايت بتاعه ده اقول له للاسف مش هينفع تركب اللعبه بتاعتنا. طب يا ميس هو كده كده 120 and greater بيقبل، يبقى اقل من 120 مش هيقبل. هو قايل اهو less than 120 no، يعني هقول له مثلا 100 سنتيمتر اقل اهو، وممكن واحد يبقى 70 سنتيمتر اقل اهو من 120، ممكن واحد يبقى 111 سنتيمتر. ادي 3 نمبرز على مزاجك بقى، اكتب ال 3 نمبرز زي ما انت عايز. خد بالك ان هو لما جه حتى يكتب لك في الانسر بتاعته الاجابات قال لك ايه، قال لك answers may vary، الاجابات هتختلف وكلها صحيحه طول ما انت بتتعامل مع الشرط بتاع الانيكواليتي بتاعك. اللي هيركب يا اما equal 120 يا اما greater than 120 سنتيمتر، واللي مش هيركب هيبقى less than 120. حط بقى النمبرز اللي انت عايزها، الموضوع بسيط. تمام. طيب تعالى بقى ننزل على ايه، check your understanding، فاهم ولا مش فاهم. تعالى نشوف كده. هنا بيقول احمد needed to earn at least على الاقل 50 LE to buy a scooter. اقل، واضح كده اللي انا فاهماه ان اقل سكوتر بيتباع سعره 50 LE. طيب find 3 possible amount that احمد needed to earn. يعني يا ميس كده اكس بتاعتي تمام greater than or equal to 50، اقل سعر 50، هو محتاج يكسب على الاقل 50. طب ما هو ممكن يكسب اكتر لما يشتغل، او ممكن يكسب اكتر ويجيب سكوتر سعره اعلى. تمام. هو عايز 3 possible amount that احمد need to earn، يبقى اقل حاجة 50 LE. طب وايه كمان لو اشيل اكس،
ويحقق لي الانيكواليتي، ايه النمبرز اللي ممكن تحقق لي الانيكواليتي بتاعتي؟ ممكن اكتب 60 اللي ايه، عشان 60 جريتر ذان ال 50. ممكن اكتب 70 اللي ايه، 70 جريتر ذان ال 50. ادي 3 ايه اماونتس او 3 بوسيبل ذات احمد نيد تو ايرن، 3 ايه نمبرز هم، تمام؟ والثري نمبرز دول اكسبتبل بالنسبه لي في الانيكواليتي بتاعتي. هشيل ال 50، شيل الاكس كده وحط 50 greater than or equal to 50. اه equal يعني مش بتحقق لي كلمه equal. طب 60 greater than or equal to 50 اه بتحقق لي كلمه greater. طب 70 greater than or equal to 50 اه بتحقق لي 70 بتحقق لي كلمه greater than 50. تمام. طب تعالى بص على السؤال اللي بعده. هنا بيقول لك ايه، بص كده بيقول write three possible solutions for each of the following inequalities. هو عايز منك three possible solutions، ثلاث حلول ممكنة للinequalities اللي هو كتبها لك. تمام. طب اول inequality معايا x less than 10، ايه رأيك x ممكن تبقى بايه، ايه النمبر اللي less than 10 عشان تقول عليه possible solution؟ يميس ممكن x هنا تبقى equals 1، ال 1 less than 10 متفقين، وممكن x تبقى equals 2، ال 2 less than 10 متفقين، وممكن x تبقى equals 3، ال 3 less than 10. تمام. انت كده جيت كتبت لي زي ما انا عايز اهو، هو حتى كاتب 2 possible solutions. ده انا ممكن اكتب اكتر من 2 possible solutions، يعني ممكن اكتب ال x ب 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9، كل النمبرز دي less than 10. يبقى انا ده انا ممكن اكتب اكتر من ال 2 possible solution اللي هو ايه طالبها. تمام. طب هو هنا كاتب y greater than or equal to 3، y greater than or equal to 3. يلا قول لي 2 possible solutions، يعني مش 2 بس، ده انا عندي solutions كتيره خالص. ده انا ممكن اقول ال y equals 3 عشان كلمه or equal to دي متفقين، ممكن اقول ال y equals 4، y equals 5. بص greater than 3 بقى رص نمبرز كتيره جدا، y equals 500 greater than 3، y equals 1000 greater than 3، وهكذا. واضحه الفكره؟ يبقى ساعات answers may vary، answers may vary، بتختلف وبتكون كلها صحيحه، بتكون كلها صحيحه عكس الايكويشن. الايكويشن ما ينفعش الانسرز تبقى فيها اختلاف، equation لازم يطلع لك value معينة للvariable ما فيهاش اختلاف، لكن في الانيكواليتي ممكن تلاقي اكتر من answer. واضحة الفكرة يا شباب؟ نركز بقى في الجزء التاني بتاعنا في الحصة النهاردة، learn number 2 solving inequalities. تمام؟ طيب solving inequalities دي داخل في ناحيتين يا شباب. لو الانيكواليتي دي هو عايزك تحلها in the set of integers، in the set of integers. طب خلونا نفتكر كده الانتجرز دي كانت بتاعت ايه، كان يميس اللي فيها نيجاتيف، نيجاتيف 3 مثلا، نيجاتيف 2، نيجاتيف 1 و 0 و 1 و 2، وانت ماشي بقى كان فيها الناحيه دي. بص النقط اللي انا عاملاها دي معناها الناحيه دي في نيجاتيف 4 ونيجاتيف 5 ونيجاتيف 6 وانت ماشي ما بتخلصش، والنقط اللي انا عاملاها الناحيه دي معناها ان فيها 3 و 4 و 5 و 100 و... كلها هول نمبرز، كلها هول نمبرز، انتجر، سيت اوف انتجرز. تمام. طيب وكمان في سولف يا شباب للانيكواليتي بتاعتك ان ذا سيت اوف راشونال نمبرز، نفس الانيكواليتي ليها حل في الانتجر سيت اوف انتجرز وليها حل في سيت اوف راشونال نمبرز. تعال نفرق بين الاثنين. بص كده هو مدي لك inequality عبارة عن x greater than negative 2، والحل اللي مش هيلغبط ومش هيختلف عليه 2، مش هيختلف عليه 2، ان انت ترسم النمبر لاين بتاعك بالمنظر ده. تمام. طيب negative 2 اهي يا ميس، طب x greater than negative 2 فين النمبرز اللي اكبر من negative 2؟ طول ما انا ماشي كده كل اللي on the right من negative 2 ده اكبر منه، نيجاتيف 1 و 0 و 1 و 2 و 3. بص لما عمل النمبر لاين بدا يظلل عند النيجاتيف 1 وال 0 وال 1 وال 2 وبدا يطلع بخطوط كده، والسهم ده معناه ان انت عمال ماشي ما بتخلصش،
كل النمبرز دي solutions for this inequality، كلها حلول صحيحة للانيكواليتي بتاعتي x greater than negative 2. بس خد بالك كلهم whole numbers، كلهم whole numbers، negative 1 0 1 2 3 4 ها، والسهم ده معناه وانا ماشي 1100 1 مليون 1 مليار، كلهم greater than negative 2. انا عندي كمية numbers كتيرة جدا جدا تحقق لي الانيكواليتي اللي قدامي دي، تمام؟ طيب يبقى ده اول حاجة، هو وضح لك الحل بايه؟ بالنمبر لاين، تمام؟ طيب خليني اعلق على نفس الانيكواليتي وبعدين اخد التانية. يعني انا هو هنا شرح الانيكواليتي دي بالنسبة للست اوف انتيجرز، خلاص؟ طب خلينا نعلق على نفسها. بص كده x greater than negative 2، بس لما نيجي نحلها in the set of rational numbers، set of rational numbers، ايه رأيك هيختلف في ايه الحل؟ يا ميس هيختلف ان انا هيبقى معايا fractions وهيبقى معايا decimals، ده انت بتتكلمي في rational numbers بالظبط. بص كده انا هرجع تاني للنمبر لاين، النمبر لاين ده هنا معمول فيه integer whole numbers، لكن تخيل كده لو انا اتكلمت على rational وقلت لك x موجودة تبع الراشنال، تبع عيلة الراشنال نمبرز، و x greater than negative 2، هتقول لي يا ميس ده مثلا الحتة دي كلها لو هي مع الراشنال هي greater than negative 2، يعني مثلا negative 1.5 هنا ما هي دي موجودة عند الراشنال، و negative 1.5 دي موجودة on the right من negative 2، معنى كده انها اكبر منها، يبقى ساعتها هتحقق لي الانيكواليتي بتاعتي. بص كده يعني هو هنا بيدي لك بقى ان في نمبرز كتير هيدخل فيها ايه لما تروح تتكلم عند الراشنال نمبرز، اهو نيجاتيف 1.5 دخل ديسيمال، نيجاتيف 0.3 دخل ديسيمال، هاف دخل فراكشن في الموضوع، 1 اند 2 اوفر 3 جريتر ذان نيجاتيف 2 ميكسد نمبر اند سو اون. ده النمبرز كترت اكتر كمان ما كنا في الانتجر. واضح الفرق يا شباب؟ واضح الفرق، تمام؟ بس خد بالك من حاجة بقى، ان negative 2 بقى بحد ذاتها doesn't belong to the set of solutions، مش موجودة تبع الست بتاعت السوليوشن بتاعتك، لا تبع الانتجر ولا تبع الراشنال نمبرز. ليه يا ميس؟ عشان الانيكواليتي بتاعتك بتقولك x greater than negative 2، ما قالكش or equal to، ما قالكش greater or equal to، قالك greater وبس، قالك greater وبس. يبقى انت كده مفرق، لما يكون الانيكواليتي بتاعتك موجودة عند الانتيجرز انا هدور على كل الهول نمبرز اللي greater than negative 2، وكلهم هيحققولي الفاليو بتاعت x، كلهم هيخلوا الانيكواليتي بتاعتي مظبوطة بالمنظر ده. لكن لما يكون تبع set of rational number، ده مش بس بقى عندي whole numbers، لا ده انا بقى عندي decimal numbers greater than negative 2، وبقى عندي كمان fractions greater than negative 2. واضحة الفكرة؟ طيب بالنسبة للإكزامبل اللي بعده او الانيكواليتي اللي بعدهم، بيقولك x less than or equal to negative 1، less than or equal to، خد بالك من كلمة or equal to دي بتفرق في الحل ازاي. بص رسم ايه النمبر لاين بتاعك، واحنا دلوقتي شغالين الاول على set of integers، البداية بتاعتي set of integers. طيب set of integers يعني whole numbers، كل whole numbers اللي اتحقق لي ايه الانيكواليتي دي. طيب عشان بص كده less than or equal to negative 1، فراح جاي عشان or equal to راح عامل مظل للنيجاتيف 1، ده خدها معايا هي عشان كلمة or equal to. طب less than بقى، كل طول ما انا ماشي كده to the left كل ده less than negative 1، negative 2 negative 3 negative 4 negative 5 negative 1000 negative 1 مليون، كل النمبرز، عشان كده عامل لك سهم مش منتهية هنا، مش منتهية. انا معرفش اقول اكس يا اما كذا يا كذا بس، ما ينفعش. واخد بالك من الفرق بين كلمة inequality وبين كلمة equation؟ واخد بالك inequality ليها اكتر من حل، equation بيكون ليها حل وحيد،
بتجيب الفاليو بتاعت الفاريبل والموضوع بينتهي على كده. تمام كده؟ طب برضو بص كده، خد نفس الانيكواليتي x less than or equal to negative 1 اهي، وبيقول لك طب لو هتحلها لي في rational numbers، في rational numbers ايه الفرق؟ هيظهر عندي decimal numbers وهيظهر عندي fractions less than or equal to negative 1. بص كده نزل تحت اهو، بص كده لما جه يدي لك examples للحلول بتاعتك، ها قال لك نيجاتيف 1 تنفع اشيل الاكس واقول بنيجاتيف 1، لان نيجاتيف 1 عشان اور ايكوال 2، بص شيل الاكس، نيجاتيف 1 ليس ذان اور ايكوال نيجاتيف 1 عشان اور ايكوال دي. طب نيجاتيف 1.3 ما هي موجوده فين؟ اون ذا ليفت على النمبر لاين بتاعي من نيجاتيف 1، فنيجاتيف 1.3 معايا طبعا تحقق لي كلمه ليس ذان، ديسمال اهو عشان راشونال نمبرز اهي، نيجاتيف 2.1 ديسمال اهو less than نيجاتيف 1 عشان راشونال نمبر حط لك ديسمال، نيجاتيف 3.5 ميكسد نمبر اهو عشان راشونال، وطبعا ده موجود اون ذا ليفت من النيجاتيف 1، فانت عندك حلول ما بتخلصش. بس هنا بيأكد عليك بيقول لك ايه، خد بالك المره دي نيجاتيف 1 belong to the set of solution، belong موجود معايا في الست بتاعت السوليوشن، ليه؟ بتاعت الانكواليتي بتاعتي، عشان علامة ايه؟ or equal to اللي محطوطة في الانكواليتي. متفقين؟ هو حاطط اهو or equal to or equal to. تمام؟ طيب هو هنا بقى check your understanding، هو هنا بيقول name three solutions in the set of integers of each inequality. تمام كده؟ هو عايز three solutions في الست بتاعت مين؟ محدد لك في الانتجر. Then graph each inequality on a number line. بعد ما انت تحدد لي 3 solutions ابدأ ارسم لي الحل بتاع الانيكواليتي دي على النمبر لاين. واخد بالك بأكد عليك هو محدد لك عايز في الست بتاعت الانتجر، set of a integer. تمام؟ x less than negative 2، ايه رأيك x ممكن تبقى بايه يا ميس؟ x maybe بقى، او الإجابات هتختلف طبعا. تمام؟ لكن هو عايز الأول اعمل لي 3 solutions name يبقى equals less than negative 2 يا ميس، يبقى negative 3 or x equals negative 4، ما هو negative 4 less than negative 2 or x equals negative 5. طب لما اجي اقول لك بقى represent، تمام، او graph inequality on a number line، اعملها لي بقى على النمبر لاين بتاعك. طيب على النمبر لاين بتاعي اهو، ارسم نمبر لاين زي ما اتفقنا، سيم ديستانس بتوين ايه كل نمبر والتاني. تمام كده؟ طيب ومعايا ادي زيرو، وهنا في 1 2 3، ها وهنا معايا نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3. تمام كده؟ طب الاكس بتاعتك less than negative 2، لا ده انا محتاجة ازود في الناحية بتاعت النيجاتيف يا ميس. بص كده اهو، هزود هنا اهوت مثلا واحدة كمان، ما انت وارد اصلي وانت في الامتحان هتبقى بتعمل النمبر لاين بتاعك كده، انت كان ممكن ما تحطش اصلا البوزيتيف بارت بتاعك يعني، فاهم؟ طيب ها اتفقنا less than negative 2، يبقى معايا مثلا نيجاتيف 3 اهي، وهنا في نيجاتيف 4 اهي، وهتظللها بالمنظر ده وهتطلع بلاينز كده، هتبدأ تعمل خط هنا بالمنظر ده كده، والسهم بتاعك كده. ده انا كل النمبرز وانا ماشي كده في الاتجاه بتاعي ده توزا ليفت، كل النمبرز دي less than negative 2، احنا شغالين في الست بتاعت الانتجرز. متفقين؟ طب يلا نفس الكلام، هنا بيقول لك c greater than or equal to 4، وعايز name 3 solutions. ايه رأيك السي بتاعتك ممكن تبقى بايه؟ c equals ها 4 عشان or equal 2 دي. طب والسي equal or اهو 5 عشان greater than 4 بقى، or السي بتاعتك ممكن تبقى 6 greater than 4، فيش اسهل من كده. طب يلا النمبر لاين بتاعك قول
ابدأ اعمل ايه؟ دوتس بالمنظر ده، تمام كده؟ طيب هنا مثلا هكتفي بنيجاتيف 1 وادي 0 وادي 1 2 3 4 5 ولو زودت هنا هيجي 6 تمام. طيب انا عايز ايه؟ جريتر ذان اور ايكوال تو 4، يبقى ال 4 معايا هظللها كده، وال 5 معايا جريتر، 6 معايا، واطلع بلاينز كده وابدا اعمل لي من هنا كده خط ان انت ايه كل وانت ماشي كده كل النمبرز اللي هتقابلك دي معاك في ستيت اوف ايه انتجرز وكلها greater than 4 or equal، عشان خدنا or equal هي عملنا ال 4، وكل النمبرز اللي هتقابلك بعد كده 5 6 7 8 9 كل ده ايه greater than ال 4 تمام. طب هو هنا بيقول ايه؟ name 3 solutions in the set of rational number of each inequality. هو عايز من الست بتاعت ايه الراشونال نمبرز. خد بالك بقى، يعني انت هتقول لي دلوقتي سوليوشن، خليك جدع كده حاول تكتب لي ديسمال توري لي ان انت فاهم، حاول تكتب لي ميكسد نمبر، حاول تكتب لي فراكشن توري لي ان انت فاهم ان الراشونال نمبر ده فيها النمبرز دي تمام، انها عيله كبيره جدا جدا جدا. طبعا انا عارف وانت انا عارفه وانت عارف ان هي فيها هول نمبر، احنا ما عندناش اعتراض على الكلام ده، ولكن انت حاول توري له ان انت فاهم ان الست بتاعت الراشونال نمبرز دي فيها اكتر من الهول نمبرز. متفقين؟ هنا مثلا بيقول لك اكس جريتر ذان نيجاتيف 1، جريتر ذان نيجاتيف 1، النيجاتيف 1 هتبقى هنا على النمبر لاين، مين بقى اللي الناحيه دي طول ما انت ماشي فجريتر ذان 1؟ ايه رايك مثلا هقول له x ممكن تبقى equals 1.5 اهو، تبع مين؟ تبع الراشنال decimal number اهو. x equals 2.5 mixed number اهو. x equal 3.6 decimal number كمان اهو. خد بالك كل النمبرز دي greater than negative 1. طب هنا m less than 2، m less than 2 ايه رأيك؟ يبقى الام بتاعتك ممكن تبقى بي اصغر من التو، يميس هعملها ب 1.5، 1.5 less than 2 متفقين، وممكن ام تبقى equals negative 1.5 ما هي برضو less than التو ماشي، وممكن ام تبقى equals negative 3.5 ما هو negative 3.5 less than 2 متفقين، وممكن انت تختار نمبرز تانية وكلها تحقق لك برضو الانيكواليتي بتاعتك. متفقين؟ يا رب نكون استفدنا من الحصة، ما تنسوش تدعولي دعوة حلوة بظهر الغيب وتكتبولي تعليق حلو تشجعوني بيه اكمل معاكم يا شباب. لايك وشير عشان الكل يستفيد. سلام عليكم.